حياكم جديد وننتقل الى الفقره الفنيه والزميله دارين شاهين. مساء الخير دارين. مساء النور. كيف اليوم؟ منيحه اليوم. اليوم لبسه اسود لانه حبيت صراحه فيهم لمعه حلوه. فأوقات حلو تلبس اسود وتلاقيها بعدين هينه تلبق لون على لون اسود على اسود بيزبط. اه على الهينه. على كل حال شو ما لبست كثير حلو وكثير بيلبق لك وكثير حلوه. شو عنا بنشر اليوم؟ لليوم فينا نقول انه كارلوس سليم اللبناني الاصل اصبح من اغنى اغنياء العالم من بعد ما كان محتل المركز الثاني السنه الماضيه وكان بالمركز الاول بيل جيتس. هالمره تبادلوا الادوار وراح نشوف التفاصيل خلال النشره الفنيه. بالنسبه للتحقيق راح نتعرف اكثر وعن كثب على شخصيه جيلبرت سايمون، تعرفنا عليه اكثر ببرنامج للهواة على شاشه ال بي سي، واليوم راح نشوفه اكثر على شاشتنا. راح نشوف شو صار من بعد هالبرنامج ومين بيكون بيو لجيلبرت. في مفاجآت رح نتعرف عليها كمان بالنشرة. تفضلي داري. إذن جيلبرت سايمون يعدنا بسي دي جديد، حفلة موسيقية ومفاجآت عدة، نتابع سويا في هذا التحقيق. Do you love me? Do you need me? جذبنا وهو لم يزل طالبا في ستار أكاديمي، أحببنا صوته وتابعنا مسيرته. لم يكن بالشخص الذي يمر مرور الكرام، لا بل أثر فينا كمستمعين وكمشاهدين، حيث أصبحنا ننتظر لوكاته وتحديدا قبعاته المختلفة. جيلبرت سايمون عزف لنا وأسر لنا بالكثير. You know I ain't got nobody in this world to care for me. I got you. Gilbert. Hi. Hi. Yes. في أغاني عم نسمعها جديدة رح تنزل بالسداء الجديد. Hopefully. تقريبا كم ميوزك رح يكون فيه؟ Hopefully رح يكون فيه 12. Okay, 12 tracks. Originals written by me and composed by me. Written by you. And composed by you. Composed by you. And of course with a lot of new vision and perspective للالبوم رح يكون شيء شوي different. عم تقدم لنا الميوزك بطريقه كثير مغايره، عم بتدخل فيها الشرق والغربي بطريقه قريبه للسمع. True. يعني مش اكسبيرمنتال. Exactly. عاده معودين يا نشوف شيء اكسبيرمنتال توتالي بعيد عن هويتنا كعرب، او ما نشوف شيء كثير عربي معودين دائما نسمعه. انت عم تمزج بين هوليوود بين الموسيقى اللي بنحبها من الخارج والموسيقى اللبنانيه. صح. مزبوط مزبوط. Then I see it more as a theatrical thing. And any song, any غنية, and we're telling stories. And كل غنية فيها قصة فيها. There's a backstory behind it. You know, like كل شيء له مكتوب. يعني الغنية اللي انكتبت كل شيء مكتوب بسبب شيء تاني. قريبا there's a concert ب DRM on the 10th of March. بعشرة مارس بيكون نهار سبت. ومبدئيا عم بعمل a concert more of a show of a theater, maybe theatrical, بس feel the touch of the big touch of Gilbert. يعني حاطت اي شيء مرق بحياتي in some way, كذا perspective, كذا ناس مرقوا بحياتي. وكثير رح يكون في special guest appearances. ما فيني اسمي هلا مين. ايه رح يكونوا, this is the surprise يعني. And just be there. Yeah, أكيد فنانين معروفين من لبنان ومن برا. Hopefully يعني رامي دعبور is gonna play. Yes, في لبنانية في أرمن وفي من برا كمان. So جيلبرت أنت لبناني أرمني صح؟ لبنان. أنا فيني دائما بقول هيك, أنا خلقان لبناني مربى مثل أرمني و I have a heart of a Frenchman. يعني قلبي للفرنساوية لأنه جدي من فرنسا. أما المفاجأة فكانت وجود والد جيلبرت في التمرين، حيث من المقرر أن يعزف معه في العاشر من هذا الشهر. هاي مستر أندري. يس. لكل اللي عم تسألوا مين هو بيو لجيلبرت, هلا صرتوا تعرفوا جيلبرت لمين طالع. اوه يس. حتشاركوا لجيلبرت بالغناء؟ اكيد بالغناء وبالعزف شوي كمان وال ايه اكيد. ومن هو صغير جيلبرت عم بتشجعه يفوت بعالم الموسيقى؟ صح. ولا هو لوحده؟ هو كبر على موسيقتي وانا بدي موسيقى وبغني ومسافر كنا كذا, اكيد شجعته طبيعي شجعته وصار فايت بالمجال يعني هو هيك وبلش جيتار ودرامز وكيبورد وبيانو.
من سن الفيل دارين شاهين قناة الجديد. كنت عرفتين على أمه لجيلبرت؟ كنت عم تقولي لي بدي أتعرف كمان أمه لجيلبرت أرتست، هي رسامة، فبتحسيهم بالعائلة هيك كلهم فيهم جو فني وعندهم شوي الأكسان تقيلة بالعربي. صحيح. لأنه هن نصفهم أرمني نصفهم لبناني وكانوا في فترة طويلة عايشين بفرنسا. بحب أقول لكل اللي بيحبوا يعرفوا كيف بيغني والده لجيلبرت، هو بيغني بالبوفالو بالعجلتون تحديدا، فهي مش ضروري دعايه بس انه لانه صوته كثير حلو. الامراء المحاسبه شو بتعملي؟ هو ايطالي بيغني ايطالي كمان كثير حلو. اما هلا رح نشوف التحقيق سويا. بعد مجله فوربس شبكه بلومبرغ تتوج كارلوس سليم اغنى اغنياء العالم، نتابعه سويا.